عليكم البنات، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. غادي نحاول نبدا معكم الدروس من الاول. كنشوف بزاف ديال البنات كيطلبوا بزاف، المهم بزاف ديال الطلبات. غادي نحاول نبدا من الاول، وخاصه بيتو بداو في بنيات صغار. صافي كلشي العيالات عندهم بنيات صغار، ولا بنت اختك، ولا بنت خوك، ولا المهم كيفاش الطريقه باش كناخذ العبارات. اول حاجه غنتعلم ليها الفصاله والخياطه هي اخذ القياس. كيفاش غناخذ هذا القياس؟ هذا انتم غتشوفوا معايا دابا. اول حاجه غادي نتعلم نرسم هاد المانكان، هاد المونيكا هادي نتعلم نرسمها بهذا الشكل. هذا اول درس عندي انا كنديرو في المعمل، هو هذا اول درس هو هذا. صافي كنرسم هادي، كنحط عليها دي فليش. اشنو هما؟ كنحط الاول، كنحط الثاني، كنحط الثالث، والرابع كيكون هنا، والخامس، ستة، سبعة، ثمانية، تسعود. صافي البنات هادو هما العبارات اللي ضروري خصني نشدهم. كيفاش غادي ندير لهاد العبارات هادو؟ هانتوما غتشوفو معايا العبار الاول اللي هو الكتاف. دابا انا هاد العبارات هادو ملي غتحفظي هاد السميات ماشي ضروري تكتبي هاد الاسماء ديالهم. الكتاف هذا اسمه ارتفاع الامام، هذا دورة الصدر، دورة الحوض، طول الكلي. صافي البنات صافي قلنا هنا عندي طول الكم، عندي واحد العبارته هو اللي هو طول الكود، عندي هنايا جوج عبارات دورة الدراع، وعندي دورة اسفل الكم. صافي البنات هادو هما العبارات اللي مهمين وضروريين باش كنخدم. صافي العبار الاول اللي قلنا هو الكتاف، عندي هاد العبار ارتفاع الامام، دورة الصدر، دورة الحوض، طول الكلي، طول الكم، طول الكود، دورة الدراع، دورة اسفل الكم. واخا هادشي البنات يلا جداد غيجيكم هادشي شويه زعما كتير، ولكن راه غير بشويه البنات. عندي انا راه كيضربوا يومين صافي كنحيد لهم هاد الاسماء هادو. الاسماء كيتحيدوا، كتولي كترسمي المانكان بحال هكذا، هادو كيتحيدوا، السميات كيتحيدوا، كتجي عندك الكليانه كترسمي المانكان، كتحطي لي فليش ولا الاسهم، وكتحطي كل واحد كتحطي فوق منه العدد ديالو. غادي نعاود غندور الورقه وغنرسم مونيكا اخرى، وغادي ناخذ العبار اللبنيه. يلا ها هي المونيكا، المانكان بحال المانكان بحال المونيكا. صافي وغادي نرسم هاد لي فليش هادو عاوتاني، وكل واحد غنحط عليه العدد ديالو، وغتعرفوني هاد الاعداد كيفاش كيتشدوا. غادي نشدهم البنت صغيره باش نتوما تعرفوا كيفاش تشدوا العبار البنت صغيره. يلا رجعي شويه اللور جا ماما. يلا بسم الله، هذه اسماء اريج بنتي صغيره ياك. يلا دور كنهز القب ياك، الا كانت الكليانه لابسه الجلابه دور. يلا كدي خليني نخدم. يلا وكان ناخذ العبار اللي كناخذ من الكتف، من العظم للعظم. صافي بالنسبه للبنادم الكبير، بالنسبه للبنيه صغيره غنحاول نهبط شويه الجلابه، حيت عرفتوا البنيات بغيا كيكبروا. دابا رجعي لهنا بحال هكذا، كنهبط شويه هي، كنهبط واحد شويه، عندها 37. صافي غنحط 37 فوق من لافليش ديال الكتاف، فوق من الفليش ديال الكتاف. غنعاود عاوتاني، غادي نعبر ارتفاع الامام. ارتفاع الامام كيتشد من هنا، من هاد الخويه هادي، كنشد من هنايا ياك، وكنهبط فوق الصدر، وكان تل تحزمي اريش تحزمي بحال هكذا. شتي جي صباعها، جي يديها، هذا هو ارتفاع الامام. التحزيمه الاولى عندها 28. صافي غنكتب 28 في ارتفاع الامام. غادي نمشي لدوره الصدر. نورمالمون الانسان العادي كنشد دوره الصدر بحال هكذا ياك، وكندير اربعه الصباع بحال هكذا. البنيه صغيره غادي نخلي لها يديها بجوج، دور بنتي ونخلي لها يديها بجوج بحال هكذا. شوفوا ردوا البال اليدين بجوج حيت ما عندهمش هما الصدر، وكندير اربعه الصباع. صافي ضروري البنات هاد اربعه الصباع هادو، وكنرد البال باش ما يتقلبش ليا السنتيم. صافي عندها 81، غنحط 81
كنحطها فوق من دورات الصدر. غنعاود نشد واحد ياك، ما تشدوش البنات ردوا لبرا، الميترونس فيه 150 وهنا واحد، غنخدم على واحد. غنعاود عاوتاني نخلي البنيه عاوتاني يديها، وغادي نعبر ليها دورات الحوض بنفس الطريقه. يا رب، اصعب حاجه هو تخدير العبار البنيات الصغار، بزاف الا كانت فيهم الحركه المفرطه. صافي، وكنعاود ندير عاوتاني اربعه الصبيعات بهذا الشكل هذا. صافي، والعدد اللي عطاك كتقيديه فوق مثلا فوق دورات الحوض، كنجي للطول كنعاود عاوتاني من نفس البلاصه اللي هي هاد النقطه هذه، وكنقول للبنيه شوفي الفوق، شوفي الفوق اري، شوفي الفوق حتى تنمس ليها الصباط ديالها. صافي، الا كنا بغينا الجلابه، راه كنزيدو 6 سنتيم على هاد العبار. كنا بغينا كسيوه راه كنمس ليها غير الصباط ديالها. صافي صافي البنات، هذا هو الطول اللي كنعاود كنمشي لليدين. اليدين فيهم اربعه العبارات، العبار الاول كنشدو من العظم، كنعبر حتى سرح يديك اريش، كنعبر حتى ليديها. هذا الطول الكم، عندي طول الكود، ديري هكا طول الكود كيتعبر، الله اكبر، كيتعبر حتى هو من العظم حتى لهاد العظم هذا، هذا هو طول الكود ياك. عندي دورات الدراع، كنجي لهاد الدريع هذا وكنعبر بحال هكذا، وما كنزيرش، كندير هكذا. ها شتي كيفاش عندي عاوتاني دورات الكم، كنشدها عاوتاني بحال هكذا. صافي البنات، هادو هما العبارات اللي كيكونوا عندنا لي اساسيين باش كنخدمو. عندي واحد العباره اخرى مثلا على حسب الموديل، كاين دابا الموديل اللي كتكون فيه التقطيعه ولا فيه شي حاجه، كتعبري لي عبارو. صافي البنات، هادو هما العبارات اللي عندنا، كنتمنى يكون الدرس مفهوم، وكنتمنى باش كل وحده تشد دير شي جليلي بال بنيتها. ساهل، غادي تشدي شويه بديال المترو بحال دابا هاد البنيه هادي انيز كتلبس تقريبا مترونس، ونص اللي غادي قدها في جليليبه. جليليبه والو، غتسليها غتجمعها من جناب ولا ديال الخياط، المهم كديري شي حاجه بايديك. الا درتي شي حاجه بايديك ماشي بحال الا دارها لك شي حد، وكتكون زوينه، كتكون زوينه في اللبسه. وكنتمنى البنات الدرس يعجبكم. والمهم دابا هذه يلاه البدايه، اول درس، من هنا لقدام يكونوا دروس اخرين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.